السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. معنا دلوقتي مع حبايب الطلبة اللي كتبوا البحث بتاعهم على اللابتوب أو على الكمبيوتر أو كتبوه على مايكروسوفت وورد باستخدام الموبايل. هنبدأ الأول مع الناس اللي كتبت على اللابتوب أو على الكمبيوتر وعايزة تحول الفايل بتاعها أو البحث بتاعها لملف بي دي اف. هعمل إيه؟ أول حاجة هفتح الفايل بتاعي أنا حافظه فين على اللابتوب. هبدأ أفتح الفايل اللي هو البحث بتاعي. بمجرد ان الفايل بيفتح معايا ادي الفايل بتاعي يا اولاد. بعد ما فتح البحث ده طالب في ثالثه ابتدائي، هو عندي الطالب مشارك لوحده عشان كده في رقم تعريفي واحد. ممكن يكون عندي اكتر من طالب، معانا الخمس طلاب فيكون في اكتر من رقم تعريفي. هشوف مين في الولاد هو اللي هيبتدي يرفع البحث على اودومودو وهعمل ايه. هعمل كده سيلكت، هاجي قبل الرقم واعمل كليك بالماوس واسحب، وبعد كده من الكيبورد هعمل ايه كنترول سي، وبعد كده اروح من فايل واقول له سيف از، او الفايل سيف از. بعد ما عملت كوبي للكود بتاع الطالب اللي هيرفع البحث، اوكي. بعد كده براوز عشان يفتح لي المكان اللي هسيف فيه، وهاجي اعمل هنا ايه، هعمل ديليت للاسم اللي موجود حاليا، وهعمل كنترول في من الكيبورد كنترول في مع بعض، اوكي كده. وبعد كده ده الكود بتاع الطالب اللي هيرفع البحث اللي انا عملت له كوبي عشان ما اغلطش في كتابته، او ممكن تكتبوه يدوي براحتكم. طيب بعد كده بعد ما اكتب كود الطالب المفروض اعمل جي 3 لان ده جريد 3 ثالثه ابتدائي، وكده يبقى انا سميت الفايل بتاع البحث بتاعي بالتسميه الصحيحه للوزير قال عليها. باقي ايه؟ انا كده كده اصلا هو عندي مايكروسوفت وورد، انا عايز اغيره اساسا لبي دي اف، بس انا بغيره بي دي اف بالتسميه الصحيحه. هاجي عند سيف اس تايب واعمل الدروب داون ليست دي واختار بي دي اف، اوكي كده. وبعد كده هقول له سيف. كده تمام، انا خلاص سميت الفايل بالرايت نيم اللي هو كود الطالب، بعدها الجريد 3 او 4 او 5 وات ايفر بقى الجريد اللي حضرتك بترفع عليها البحث. بعد كده رحت من سيف اس تايب واخترت بي دي اف، تمام كده. وبعد كده هعمل له سيف. عادة بي دي اف بيفتح لي الفايل عشان اشوفه وهو بي دي اف، ومعنى بي دي اف ان خلاص ما تقدرش حضرتك كده تعدل عليه، وان انا لما ارفعه لأودمودو ما يحصلش فيه اي لخبطة في التنسيقات اللي حضرتك عاملها، فابقى مطمن ان الفايل هيوصل زي ما عملته بالظبط. ده الهدف من البي دي اف، اوكي. طيب تعالوا بقى اهو قدامي فتح اهو ومكتوب الايكون بتاعته بي دي اف عشان نتأكد اكتر. هقفل، هعمل كلوز، وتعالوا نشوف في الفولدر اللي موجود على الديسكتوب اللي انا سيفت فيه، اهو موجود جوه الفولدر بالكود بتاع الطالب جي 3 زي ما احنا عايزين بالظبط. ده المسمى الصحيح للفايل ده في حاله ان حضرتك كاتبه على الكمبيوتر او اللابتوب، وعندي امكانيه ان انا النسخه اللي عندي من الوورد تقدر تحول لي بسهوله البي دي اف. طيب انا ما عنديش الامكانيه دي سواء من خلال برنامج مايكروسوفت وورد او من خلال ان انا اصلا كاتبه على الموبايل، ما كتبتوش اصلا على لابتوب او على كمبيوتر. اقول لحضرتك حاضر بكل سهوله. لو حضرتك في المايكروسوفت وورد النسخه اللي عند حضرتك ما عندهاش الاوبشن او في الاختيارات مش ظاهر عندي بي دي اف، كل المطلوب من حضرتك ان احنا ننقل الفايل على التليفون من خلال وصله اليو اس بي الخاصه بالموبايل بتاع حضرتك، ننقل الفايل على الموبايل. دلوقتي معانا مع الطالب اللي كتب البحث بتاعه على الموبايل وعايز يحوله للبي دي اف. فعشان نكتبه على الموبايل فانت اساسا منزل مايكروسوفت وورد على الموبايل. طب لو انا ما كانش عندي اوبشن التحويل لبي دي اف، نسخه المايكروسوفت وورد اللي عندك على الكمبيوتر ما لقيتش فيها لما جيت اعمل سيف از ما لقيتش فيها في الاختيارات بي دي اف، فنقلتها على الموبايل، يبقى لازم حضرتك تروح على البلاي ستور وتنزل مبدئيا كده البي دي اف، اوكي. بكتب بي دي اف وبنزل اي ابس من اللي بتظهر لي. طبعا انا اوريدي منزله واحد عندي، بختار اي ابس من دول وبنزله اي ابلكيشن، وبكمان بختار لو انا نقله من اللابتوب لازم انزل برضو مايكروسوفت وورد عشان اصلا يفتح عند حضرتك. ده بالنسبه للناس اللي هي مش كاتباه اساسا على الموبايل، لازم ننزل برضو الابلكيشن من البلاي ستور، نزل مايكروسوفت وورد زي ما انتم شايفين كده. انا اصلا عاملاه له انستول، تمام كده. يبقى خلينا متفقين ان في الحالتين حضرتك هيبقى عندك، لو كاتبه على الموبايل يبقى فور شور انت كنت منزل مايكروسوفت وورد، لو مش كاتبه يبقى هتنزل مايكروسوفت وورد والبي دي اف، والبي دي اف انا بنزله عشان بعد كده الفايل بتاعي يفتح بنفس الفورماتنج بتاعي ما يحصلش فيه مشكله. بعد كده هروح على الفايل بتاعي
مايكروسوفت وورد اللي انا كاتبه، وهعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعمل له سيف از الاول، سيف از عشان اكتبه بالتسميه الصحيحه اللي الوزير قال عليه. فضغطت كليك على الثلاث نقط دول وهقول له سيف از. بعد كده ده المكان اللي حضرتك عايز تعمله هتسيبه فين، فاقول له ذيس ديفايس فين، انا اختار على الاس دي كارد مثلا المكان اللي حضرتك بتختاره. اوكي، وهاجي هنا اعمل كليك على الاكس دي عشان اشيل النيم الموجود، وهكتب ايه يا حبايبي؟ هكتب الكود، المفروض كود الطالب اللي بيرفع البحث. انا مش حافظه الكود دلوقتي، فهكتب اي كود من دماغي. حضراتكم هتبقوا كاتبين الكود وبتنقلوه، وبعد كده ده جريد 3 يبقى جي 3، واقول له سيف. تمام كده، كده التايتل او النيم بتاع الاسم بتاعي اتغير بالكود والجي 3 اللي هي جريد 3. طيب انا كده سيفته بالنيم صح، باقي بقى ان انا انقله لبي دي اف. اعمل ايه؟ عندي اكتر من طريقه. اول طريقه ان انا اضغط على الثلاث نقط دول واقول واختار شير از بي دي اف، شير از بي دي اف. اول ما بقول له شير از بي دي اف هيبتدي على طول يتحول لي لبي دي اف. اول وبعد كده بيفتح لي على طول، بيفتح معايا انت حضرتك عايز تعمله شير فين، فهختار حد من الكونتاكتس على الواتساب عندي في البيت. تمام كده، وهقول له يلا ابعت لي الفايل عليه. دي طريقه باستخدام الشير ان انت تبعته من خلال الواتساب. طب انا مش عايز اعمل كده. اوكي، ادي الفايل بتاعي اهو ستيل مايكروسوفت وورد، لان دوت دي او سي اكس ده امتداد الوورد. فانا عايز دلوقتي اسيفه بشكل تاني من غير ما اعمله شير لحد، فهختار الثري دوتس دول او الثلاث نقط دول، والمره دي هعمل كليك او بريس على برنت. اوكي، بيبتدي يجهز الفايل. اول ما بيخلص معايا بصوا كده يا جماعه هتلاقيه ايه، في سهم ظهر معايا فوق كده، مجرد ان انا اعمل عليه بريس هيقول لي ايه سيف اس بي دي اف، وتظهر لها ايقونه تحت كمان اهي لو حضراتكم شايفينها اهي، بعمل كليك عليها خلاص هو بيحوله لي، بقول له دن، وهو بيختار طبعا حضرتك عايز تسيبه فين، مكان ما هختاره هيسيب على الفايلز بتاعتي اللي جوه الموبايل. هلاقي الفايل بتاعي اتسيب على الموبايل بتاعي بالاكستنشن الخاص بي دي اف. تمام كده حبايبي، يبقى انا قدرت احول الفايل بتاعي اللي مكتوب عندي على الموبايل باستخدام مايكروسوفت وورد، او اللي انا نقلته من على الجهاز عندي من الكمبيوتر او اللابتوب للموبايل، حولته الاول عملت له سيف از وسميته بالاسم الصحيح، وبعد كده حولته لبي دي اف. الطريقه اللي تناسبكم او المتاحه على الموبايل بتاعكم ممكن تقدروا تستخدموها. السلام عليكم.